وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاك الله خير شيخ الفاضل. سؤالي يتعلق بهذا، هل يكو حديثي وحدو وقت يفتنا مونتو وفنو عملي سورة سوابوزة وشينرا مصحابة شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يكو حديثي نزيكو حديثي نينج زيكو تومي صلى الله عليه وسلم شمبيري زمان زفتنا كوا موتو خشيكا دينية نكمبا أجري يا خمسين يا مسحابة عمل ياهو فانيو أجري يا خمسين يا مسحابة. حديثي بكي عتبة ابن غزوان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ديري إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر خمسين منكم. قالوا يا نبي الله أو منهم؟ قال بل منكم. نأينا يبكير حديث النصر في كتاب السنة نا إمام الألباني فإنزا صحيح هدير جنمتين استقويا زما أما زمان استقويا مورو شيكو ديني وسوارتيرو إروك سكو إيو نا نكمبا معنى يزينتو أجر خمسين وينو يعني نقفانيو أجرية تقوى جسيو. قالوا وتهد يا نبي الله أو منهم أما وانتو خمسين واو سو ويتو آ انتو ميشهد لا بل منكم بل أجر خمسين زينو وانتو خمسين نما صحابة. كرك حديث ينجينا متومي صلى الله عليه وسلم هدير بل تمرون بالمعروف تكامر زيما وتناهون عن المنكر تكوريبا منكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة. هدير مبكا إتكويا تكونا وانتم مشاحيحي مبخيلي تينا مطاع هو طعوة نا هوا هو رشوة معنى إيو شح معنى موتو تساو بندو بيسا وبندو شحيح نا كراشا إيو بيسا تونا كراشا بيسا يعني تما بيوت تونا خفانيو هوا نفسي نا هوا يا نفسي يا تكراشو نا دنيا معنى يوت تخبا نغوفو دنيا توي أخيرا تكيري ورا وعجاب كل ذي رأي نكلا مونتو نيو رأي تكون رأية تنديو سورة فعليك أبوش باتكنا جوابو إزو هديرو فعليك بنفسك ودع أمر العوامي شباتكنا جوابو كان بإزو يا نفسيو بكنترولا رنجا نفسيو شيكا نفسيو لازم نفسياكم أما روهيو ودع أمر العوامي لتا وانتو عوام ياو نخفانيو وانتو جنرال ياو نخفانيو مع عوام ياو نخفانيو مجاهل لتا فإن من ورائكم أياما هديرون ما معنى جنو مجينو زيكو سكو زيكو تستكو يا زما استكو يو الصبر فيهن موتو تخصورتو مثل قبضي على الجمري كم بموتو ششيرو جي معنى ملو چی گوری چی امولو شیشیرو امو چی جیبه چی امولو شیشیرو علی الجمری للعامل فیهن مونتو فنیو عملی فیهن سکو ایزو کتیکه مثل اجر خمسین رجولا یعملون مثل عملیه نکمبا وانتو خمسین عملی آئی نقفانیو مثل عملیه وزاد غیروه کرکا حدیثی زدیشیزه یا رسول اللہ اجر خمسین منهم أجري خمسين زاو لا هدي زينو نيمان مسحابة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث غريب وابن ماجة نا ابن حبان فنز صحيح إذا حديث إيه نحديث زينجين متومي صلى الله عليه وسلم شمبير ووقت يفدنا موت وفن يعمري ها وقت زا إن كوبلا نوا نكمبا موت وفنزو عمرة فنزو هجرة كاكا
mundu fanyizo hijra nililomika wakati hii ya mundu fanyo amali skuza fitna na skuza na kubla na nowa siku maana wantu ta wote fikra zao nini lini we ta takingiru amanini lini we ta kubloa win lini we ta maana wantu wote wana fikra la jawabu hizo wenawe na kifanyiza amalio na maabudu la ibada ibadatun fil harji hadiro ke hijrati ilaya mundu fanyo ibada skuza maana fitna inakubla na nova ni kama mtu huyo fanyizo hijra kaka basi maana ni jawabu mkuu na kuni amali ni thawabu za ni kama thawabu za masahaba takpatu hadithi hiyo ni sahiha wallahu aalam barakallahu fik shekh al-fadil sawari ya sita hal maana jahaba sakhiri chifa wajiba fanyilizo wa wakhladi wakhladi na yiko hadisi wa hado maana oyo haingiri janani takureboa mnangoni mpaka ya fanyilizo wa wakhladi bismillahir rahmanir rahim maana chwaye ni chihaba zazila karuhu komere siku saba hapo ni sunna fanyilizo wa maana hii khalifena wakhlali hukumuye jamhuri wa hadiye wakhlali ni sunna wako baadhi ya wanazuoni wa hadiyo ni wajibu kufanywa wakhlali lakini nguvu nini ni sunna isa hata ichwa maana zazila komere munti wa saba hapo ndio huo hu maana amali hiyo hapo hufaramikowa lakini kabla hapo haifaramikowi amali hiyo kaksani wakati wen rakoma kaksani mtume sallallahu alayhi wasallama chambire maana hadire chizalowa munti wa saba mfanyizeni wakhlali mashungie na molowa na poa ina hadiro siku yake ya saba hadiro isa maadama rakomowa siku ya saba haifaramikowi amali hiyo haifanyowi maana ipotere maana sakata anhu na baadhi ya wanazuoni wa hadithi kila nafsi ba sulwa fanyizo kullu nafsin bima kasabat rahina kila nafsi itila numa mathalan itila nafsi izazila apo faramikoa maana kamba hiyo ya lakini nguvu nini siku ya saba tu ufanyowa amali hiyo ya pili hadithi iaroreto sio kwa maana takureboa mnango wa janna ingine mpaka kufanyizo sio jisio ni maana iko hadithi iko tume sallallahu alaihi wasallam hadire kullu mauludin murtahanun bi haqiqati kila maana ama maulud takuzaloa maana nafsi takuzaloa nafsi hiyo itakuwa kake maana shingoni maana itakuwa ni rahani itakuwa isa wanazuoni wa khalifeni rahani ni niyo nakpenze zoani Imam al-Khatabi hadire afdhali ya tafsiri ya hadithi hii ni Imam Ahmad hadiro inakpenze zoa shafa'a hamfanyilizi shafa'a mzerewe hamfanyilizi shafa'a mzerewe isa maana wana ichiwa mujiru subhanahu wa ta'ala chambire ichiwa wazere mathalan janani wako daraja mape na wana wako daraja nkuru wafanyiza waladhina amanu watabaathum dhurriyatuhum bi imanihim awaje waladhina amanu awaje wa maminiru mujiru maana watabaathum dhurriyatuhum bi imanihim na warashizo dhurriya ka imani ya wawayao wazere wawo warashizo mathala maana hurashadini ya mzerewe. Isa ichiwae zazila baba ni myahudi maana takuwa myahudi. Ichiwa ni nasara, baba takuwa ni nasara. Lakini rakuwa doa ichiwa maana ni maana kulu maulidu yuladu bifitra. Kila maana huzaliwa ka fitra mbe. Islamu huzaliwa. Lakini lini ubadiliko?
وقتها هم كو هراش الدينية يا مزيرة بزيو لكن ريكو هدوة ما أنا هراش الدينية إسلامه كخصان مزيرة بهراشو لكن آيئين كو هدا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ورشيز ذريه كإيمان وقت إجواه في رمانا تقبوا كواه نم إسلامه كخصان مزيرة بني إسلامه إيسا تكو رشيزو مزيرة إيسا تجي رشيزو مزيرة تم شفعي رزقو يا آخر إشواي أمزيرة وكونتيني ما أنا وكويرو ما أنا تم فنيزا شفاء أمزيرة تخبر كلوا ما أنا وزير تخبر كلوا أنا واو تخبر كلوا إيسا يو شفاء أيو ها باتي مزيرة إشواي تم فنيزا عقيقا تم فنيزا وخلال تم فنيزا تم بيزيو إيسا إمام أحمد هديرة كل مولود مرتهن بعقيقة مثلا نيني نقط من زوا كوا معنا معنى شنغوني كاكيمو عقيقة يو عمل يمزير ياك يفنيزا رهاني يفنيزا مبكة يكون فنيزا معنى وخلالي يكون فنيزا يشوائن رم فنيزا وخلالي معنى عملية يمكرك رهاني هم فنيزي شفاعة معنى هم نومبيري مجيتو كواهي تكويتلو إيجي شفاعة لكني وصلوا كلا موتو ني إيجوا موتو نايو أبوذي إيجوا أنت نايو أبوذي ني تشينتو سنة تخادرة كواهي معنى إيجوا أنت تخادرة أنت نايو أبوذي مجيتو همشيكي سكوية آخرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن إيجوا نايو أبوذي ني سنة كواهي كمفنجي زمان عقيقة سكوية سبا إيجوا تكودركا سكوية كمنانه جوان تقدرك سكويا شيرين نموي نبعدا أبو جوان تقدرك أي وقت تمفنيزا نيجو مزير ريبيرة ما نتقادر خفنيزا روحه يه تقادر أم تومي صلى الله عليه وسلم فنيزا يكو حديثي تومي صلى الله عليه وسلم فنيزا روحه يه عقيقة فنيزا جزاك الله خير شكرا فادا بارك الله فيك سؤال يا صبا هذا هل كرك حياتي يا برزقا يكو مكي أبي خبريني كواي مور لك استرهانا مكي بشيخ بسم الله برز بلي الدور ننتطو مجومبا ننتطو دنياني برزخ قبريني ناخرة مقورو ننتطو مقورو ننتطو إسا محالا ننتطو إزي مجيتو أنزل معنى أنزل راحة أنزل عذاب معنى كوا مونتو نكوديبيكا راحة نما ديبيك ما كوديبيكوا ييكو إسا الدنياني نفسي جاني هو بتو راحة معنى مونتو هو بتا نفسي نجسمية هو بتا راحة أما نفسي يوبيك تو بتو راحة جسمه ديبيكا na akhira na ayo jisai raha ni jismu na ruhu na kabri na ayo ni jisai isa mujitu fanyize mbali mbali isa duniani hupato raha na hudibiko ni jismu ruhu haipati raha kabisa ama haipati dibu kabisa tabiso maana yu raha ya kamili haipati na adhabu maana dibu kamili hapati hiyo nafsi lakini jismu upata raha na upata dibu upata fanya mithali fanya mtu tajiri tajiri histereha sio malalo masura ninio na kistereho jismu na kistereho marungwe na kistereho lakini nafsi na kistereha haistereha ziko ije maana murugu ningi nazo yenayo pesa nazo nayo murugu nafsi nayo raha tana raha tambeso kadhalika mtu muumini fakiri nayo dibu lakini mara takpata fikra mbovu mbovu takpata ije maana auham maana dibu kake ongoni takwako na mara
alhamdulillah na kisabaratira na isa marungu ya na kudibika, lakini sio ruhu ya na kudibiko. Tasa nayo ruhu na hayati imo tabezo. Maana hapati dibu zaidi na hapati odoni o raha katika duniani jisio. Katika duniani nafsi na jismu hapati raha kamili. Ama jismu udibika, nafsi upata raha. Ama nafsi udibika, na jismu upata raha. Kabrini ndo isa. Isa kabrini na ayo hayati barzakh. Hayati barzakh ni ruhu tu upato ije. Ama ruhu ndio hufanywa raha na upato adhabu. Lakini jismu imo, imo mahala tu imo. Isa jismu siku ya akhira ndio takuadhibuwa na takupato raha. Ama ijiwae ni mtu mumini takupata raha na takupata ama takupata adhabu ijiwae ni mtu kafiri. Isa akhira, barzakh nayo ni ruhu takistaraho. Isa ijiwae ruhu nakistaraho takupata raha muka yapo. Haye. Is a ruh. Jismu na mungkin aksuloh. Jismu kisar hello aso. Trahiko. Isa mana entah. Nakhon trahiku dukura ba dalil entah kuad. Isa jisa awan azuani wa fanyizu ni jisio. Isa akhiran dio mana upatroa raha ya nafsi na ya jismu na ya nama ya marungo. Ama upatroa adabu ya jismu na ya marungo na ya nafsi. Mbilize. Sitaku adhibuwa mbilize na sitaku ama sitaku istaraha mbilize. Lakini duniani moyi istaraho moyi adhibiko. Na akhira na barzaki na ayo niyo? Na moyi istaraho moyi adhibika. Nijisi ya. Jazaka Allah khair. Basi ataka hapo inshallah lero darsa ya masuari. Shaksima mishapa inshallah billahi taufiq. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Ijo hiko. Mazahidi, ama iku suari ingine. Kaka, iku hadisi wahado muli na mukechu au sabie wafire kesho akira itakuwa sabie tamlaviro mukewe uje na uduniani. So muli nukuhada mi mukewa duniana bachendibe, sana kwa akira nakona kuniraya kunipa. Iku hadisi wa shekhe. Hadisi hiyo sikukasa, maana mbele mtu ichiwa muke fire mbele mublibe wa akhira takuwa ni mublibe wae firo nae sambesio. Lakini ichiwa muli firo muli firo mbele numa muke baadie rovela ejuwa hata kuloloa hadi ya misi mpendi mtu mingine ila mtu oyo tu ba dunia na akhira ni mulio ni oyo tu jisa baadhi ya masahaba wafanyizo wako baadhi ya masahaba wa izo kuloloa wake baada wabliwa ukufa wa hadi ya mimi mtu fulani tu kiasami naye chiwafikene dunia na akhira kuwa maana muke na muli ejuwa maana ya hadia jisio, maana ya mubliwe tukua ni wae, maana ya mpenziro mpaka fironae, na hizo kuloloa baadie. Na ichi wae rovela, mubliwe numa manamke sero, baada idai kumaliza rovela, hapo, muli wae tasula ichi wae mpenze wakanda zaidi uje tamelo mubli uje wakanda uona duniani wae sawa pili hameli li mubli ichi wae ije walu wawo nikaa haspisie baadhi ya wanazuoni wadachisio hae wanu wae sabi gadhal kukara gadhal kukara hafari chindru vasi takuwa maana muke wae tampendo hapo tambesio. Nchalwa wadi bene. Wadi bene basi. Ta mtu wae taksula akhira. Chi wae. Maana ya. Natusula mtu fulani ta. Lakini ipatakea ni kasa. Karkawake wa mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
mnaanze kwa mtume sabe simlate kasi sabe na sura kwa akhira kwa yenu kwa mbuliwe. Sauda binti Zama, Zama, Zama. Adi waktaye wero mzere maana mtume sura kwa namfasaha basi namlata. Ndama mzere. Isa basi adi mi haqiya ta na na kafisha na sura kwa maana khpatra zawja waku kwami kesho akhir kwa bas mtume hadi maana ikwae munti we mhebelele aisha mhebelelo maana pele bas mtume sallallahu alaihi wasallam yu haqi madam la siro ka aisha chenda skumbi chenro basi madama maana nakuonyesha ni kuwa aichi latoa khalas maana itakuwa itakumaliza ije isa, lakini ichiwa muke uyu wa firo isa chimpenda mubli uje na kwa sababu ya ije tu kwa sababu ya mauti katikao yero ije mubli pisa mbele mubli pisa mbele na isuloi kuwa aina kulata sunna ya mtume zawaji ni sunna ya mtume faman raghiba an sunnati falaysa minni mtume sallallahu alaihi wasallam kurolowa ni sunna ya mtume isa ukadiri kuhada mi spendi mi siroli bas spendi maana kurolo kurolowa bas spendi mi ichiwa wen tasa ni manamke shaba usulo kwa wena kurolowa lakini ichiwa awe ni mke mzima na tunayo raja ya na tunayo bashahwa ya jiwa upende hayadoi kwa dua maana kaksani yawe la siro kuloa wewe wela na shahwa imalize na odoni matamano yako yote tunayo tambeso hapo haihadiri kwa na wewe na kula tamaa na sunna ya mtume sio lakini muli ujo kombele ndiye sabita mtuwa ina khsul tamelela tamelela maana akhira ama ingene naye balani mwambie mi hata jua min rovela ndiwe tutakuwa mubliwa kesho akhira ai sabad ya wana wakiwa wana kumasiratia sabi hora leo kuja nani au wake wa duniani ndiwe ba afdhali kwa kwa hora leo ka khsani wa takfanywa ijebo wa takfanywa afdhali ya wake takfanywa mashaallah au hora leo takshin roba تخونه افضل يا وكي با كش اخره كش اخره لكن اصل قواه نقصبته قواه نقصبته كخصني اسا اسا ديفرنت نيو حور العين نا اوا حور العين وام دوا بون رخفانيا بوفو سي تمبيزو لكن وكي ودنياني وفنيزه مبوفو نا وفنيزه صوره اسا ما دام والمكرك امتحاني نوما وبيسيو كرك امتحاني ها akhiran aw taqbata wa naqbojin tu sura sio taqfanyo wa maana taqbo khuruh je sura uzido usura ya uzido ya hur alaini na maana naqbata janna naqbatu na kingiro hiyo yote ni maana ni fadhli tambezo lakini wa hur alaini yentakh kasbata bakinga janani wanataku ije ye unzila nijisio tu lakini mi maadamu mujitu nunzile mfanyize maana mpere taklifu mpero numa mpisire karka imtihani mpisire alhamdulillah mujitu mpisize ningie janani mkasbete kuwami na kingia janani ka mfanyize amari njema ni maminire mujitu karahma ya ningiro iyo ba nifadhali nkuru uchindro hura alaini hura alaini watakfanya bachindro tambezo isa o muke wa duniani takfanywa zaidi takuwa hura alaini na zaidi ke takuwa bas ini mazaidi tu hura alaini nakpuwatu tambezo ni mazaidi tu lakini muke wa ba jua inge nawe janani nafanyiza chihaba basi ba جزاك الله خير شيخنا الفاضل بارك الله فيك واحسن الله اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله تعطيشكم تشدر كمان انا وقت ينجينا سؤالين ما جيبوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته